بينما تقترب الفرحة يوماً بعد يوم لتسكن أرض قطر، نسابق الزمن لإتمامها، لأن الفرحة لا تكتمل إلا بتأمين ابتسامتكم. جاهزية على أعلى المستويات، متسلحين بضميرنا الوطني ومستخدمين أعلى تقنيات الأمن العالمية، من المنشآت المساندة إلى الملاعب في الطرقات والممرات الجوية والبحرية. في السماء وخلف الكواليس، لأن أمنكم غايتنا، ولأن فرحتكم تتم فرحتنا. اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، نؤمن فرحتكم ونسهر من أجل أمن البطولة.